السلام الله عليكم، أهلا بكم إلى نشرة الثامنة وإلى العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره اللبناني العماد ميشيل عون للاطمئنان على الوضع في البلاد بعد انفجار بيروت، مجددا له تضامن الجزائر الكامل مع الشعب والحكومة اللبنانية في هذه اللحظة الأليمة، ويأمر بتقديم مساعدة فورية للشعب اللبناني الشقيق. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار لبناني لأزيد من 100 قتيل و5000 جريح، وإعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين. والخارجية الجزائرية تعلن عن تسجيل جروح طفيفة لرعيتين جزائريتين من أفراد الجالية، وتؤكد تجندها الكامل للاستجابة لأي طارئ. الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد يشرف اليوم على تنصيب لجنة تقييم خسائر حرائق الغابات للتكفل بالمواطنين المتضررين جراء الحرائق التي التهمت هكتارات من الغابات، ويكشف عن تعويضات مادية ومالية خاصة بالمتضررين من هذه الحرائق. ووزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية السيد كمال بلجود ضيف نشرة الثانية. وزارة الدفاع الوطني تفند المعلومات الكاذبة التي يتداولها أشباه صحفيين مأجورين تزعم فرار اللواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية الثانية السابق إلى إحدى البلدان الأوروبية ومتابعته قضائيا من طرف العدالة الجزائرية، وتؤكد أنه استفاد من تكفل طبي في بلد أوروبي. ومن الجلفة مساهمة الحرفيات في صناعة الأقنعة الواقية لمجابهة وباء كورونا، وخرجات ميدانية للجان المراقبة للمحلات التجارية الواقعة على الساحل العاصمي استعدادا لفتح الشواطئ. بداية، أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على إثر مكالمة هاتفية أجراها ظهر اليوم مع أخيه الرئيس ميشيل عون بتقديم مساعدة فورية للشعب اللبناني الشقيق. وتنفيذا لهذا الأمر تستعد 4 طائرات جزائرية للإقلاع باتجاه العاصمة بيروت على النحو التالي. طائرات تقل أطقما من الأطباء والجراحين ورجال الحماية المدنية، طائرة محملة بالمواد الطبية والصيدلانية، طائرة محملة بالمواد الغذائية، وطائرة رابعة تحمل الخيمة والأغطية وغيرها. كما ستبحر باخرة جزائرية وعلى متنها شحنات من مواد البناء للمساعدة في إعادة بناء وتعمير ما دمره الانفجار. هذا وكان قد أجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ظهر اليوم اتصالا هاتفيا مع أخيه رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشيل عون للاطمئنان على الوضع في البلاد بعد الانفجار الذي ضرب أمس مرفأ بيروت وأسفر عن عشرات الضحايا وألاف الجرحى وخسائر مادية جسيمة. وقد جدد رئيس الجمهورية بهذه المناسبة لأخيه الرئيس ميشيل عون تعازي الجزائر له ولشعبه الشقيق ولعائلات ضحايا الانفجار وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى، وأكد له من جديد تضامن الجزائر الكامل مع لبنان في هذه اللحظة الأليمة والوقوف إلى جانبه رهن الإشارة لتلبية كل طلباته للتخفيف من وطأة الفاجعة. هذا وبعث رئيس مجلس الأمة بالنيابة صلاح بوجيل ببرقية تعزية إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس، معربا له ومن خلاله إلى الشعب اللبناني عن تعازيه الخالصة وأصدق مشاعر المواساة والتعاطف، كما أعرب عن ثقته في تجاوز الشعب اللبناني الشقيق والصديق لتداعيات هذه المحنة التي ألمت به. ومن جهته بعث رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد سليمان شنين برقية تضامن وتعزية إلى رئيس مجلس النواب اللبناني السيد نبيه بري إثر هذا الانفجار، معربا له باسمه وباسم كافة نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري عن أصدق مشاعر التعاطف والتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق في هذه المحنة العصيبة. ومن جهته بعث الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد اليوم برقية تعزية إلى رئيس مجلس الوزراء اللبناني السيد حسان دياب، أفصح له فيها عن تأثره وحسرته البلغين إثر الكارثة التي أصابت لبنان الشقيق،
كما عبر له باسمه الخاص وباسم الحكومة الجزائرية بأخلص عبارات العزاء وأصدق المواساة والتعاطف مع أسر الضحايا. هذا وعلى خلفية الانفجار الذي هز عشية أمس العاصمة اللبنانية بيروت، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية أنه تم اليوم التأكد من تسجيل إصابة مواطنين جزائريين اثنين بجروح طفيفة، ولم يتم التبليغ لحد الآن عن وجود أي مواطن جزائري آخر في أي من مستشفيات بيروت. هذا وقد أصيبت منازل ومحال تجارية تعود ملكيتها لثلاثة مواطنين جزائريين بأضرار جسيمة، فيما تعرضت تملك ثلاثة مواطنين جزائريين آخرين ومقر سفارتنا في بيروت وإقامة السفير بأضرار طفيفة جدا. وتبقى نتائج هذا الانفجار المأساوي محل متابعة من قبل ممثلياتنا الدبلوماسية لحصر آثاره بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة في لبنان الشقيقة. لبنان إذن يرتدي ثوب الحداد وهو يعيش على وقع دمار شامل إثر هذين الانفجارين اللذين هزا لبنان بأكملها. وعليه الحكومة اللبنانية أعلنت اليوم حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين، بعدما كانت قد أعلنت أمس عن حداد وطني ابتداء من نهار اليوم على ضحايا الانفجار. هذا وأشارت معلومات أولية إلى سقوط أكثر من 100 قتيل على الأقل وأربعة آلاف جريح، إضافة إلى خسائر مادية جسيمة في مرفأ بيروت وجل أحياء العاصمة اللبنانية. المزيد في هذا التقرير وزميلة خالدة حجلالي. نصف العاصمة بيروت حطام، وضع كارثي لم تشهد لبنان في تاريخها. في آخر حصيلة لانفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 4000 آخرين، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تقوم بعمليات البحث والإنقاذ في المناطق المحيطة بالانفجار، فيما بات أكثر من 300 ألف شخص من دون مأوى، أضرار تراوحت كلفتها ما بين 3 و5 مليارات دولار. دمر نص بيروت، يعني كأنك بأمبلي زرية على نص بيروت. كل شيء إزاز نزل علينا، كل شيء كسر. لن يمر من الحكومة اللبنانية تعهدت بمحاسبة المسؤولين عن الانفجار بمرفأ بيروت، تلتها تصريحات الرئيس اللبناني ميشيل عون الذي توعد بأشد العقوبات لمتسببي هذا الانفجار. إنه وقت الحزن على شهدائنا وجرحانا ومفقودينا، والصدمة لا شك عارمة في نفوس جميع اللبنانيين. فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، بيروت مدينة منكوبة ضمن حزمة قرارات وتوصيات لمواجهة تداعيات الانفجار، وأمر بتشكيل لجنة تحقيق لكشف ملابسة القضية، فيما أوضحت التقارير الأمنية عن وجود كميات كبيرة من نترات الأمونيوم كانت مخزنة منذ 6 سنوات في مخزن بهذا المرفأ. الأمم المتحدة أكدت دعمها للبنان ومساعدتها لاحتوائي تداعيات الانفجار، دعم تزامن وتضامن دولي واسع لمد يد العون للبنان. أشرف اليوم الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد على تنصيب لجنة تقييم الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات للتكفل بوضعية المواطنين من هذه الحرائق، وتجدر الإشارة إلى أن حصيلة حرائق الغابات إلى اليوم بلغت 1381 حريقا بمساحة قدرت ب 14496 هكتارا، بينها 4268 هكتارا من المساحات الغابية. الأضرار مست أيضا مساحة قدرت ب 1085 هكتارا من القمح والشعير والأشجار المثمرة، كما مست أيضا منتجات النحل. ولإخماد هذه الحرائق تم تعبئة كل الوسائل المادية والبشرية والتكنولوجية، وكذا الاستعانة بالمروحيات. التحقيقات التي تمت مباشرتها مكنت من اعتقال 15 شخصا، بينهم 6 في عين الكرمة و3 أشخاص في بتنة وشخصين في كل من تيبازا والمدية وشخص واحد بولاية جيجل وولاية الطرف. كما تم إيداع 3 متهمين رهن الحبس المؤقت و3 آخرين تم وضعهم تحت الرقبة القضائية. كما أصدر الوزير الأول تعليمات إلى المصالح المعنية بإحصاء المتضررين من حرائق الغابات وتقييم الخسائر واقتراح كل التدابير لتسهيل وتسريع إجراءات التكفل بالمتضررين. وهو ما توج اجتماعا وزاريا مشتركا ترأسه اليوم الوزير الأول عبد العزيز جراد
وضم وزراء كل من الداخلية والجامعة المحلية والتهيئة العمرانية المالية الفلاحة والتنمية الريفية السكن والعمران والمدينة إلى جانب المدراء العامين للغابات والحماية المدنية. موضوع اليوم هو متابعة حريق لبعض المناطق من البلاد خاصة منها الغابات وبعض المزارع وسكنات المواطنين خاصة الريفية. سنتكلم عن هذه الوضعية، ما هي الانعكاسات على المحيط البيئي وعلى السكان وحياة السكان. اثنين، نقيم طريقة نسبية وأولية قيمة الخسائر. الحمد لله الخسائر البشرية لحد الآن ليست هناك خسائر بشرية، لكن خسائر مادية ممكن تعطونا بعض الإحصائيات في هذا المجال. ثلاثة، طريقتكم الآن لمواصلة محاربة هذا النيران بالوسائل الموجودة المادية أو المالية إلى غير ذلك من الوسائل، تكون عندنا فكرة حول هذه الخسائر وما هي الشروط التي تتوفر لدينا كسلطات عمومية للتقليص من هذه، استطيع أن أقول من هذه الأزمة الظرفية على كل حال، ولكن لها انعكاسات مهمة. والنقطة الأخيرة، ما هي الإجراءات الآن اللي ممكن نأخذها في هذا الإطار ونحدد هذه الإجراءات. ومن الإجراءات المهمة الآن اللي ربما سنتكلم عنها هي تعويضات للمتضررين من هذا الحرائق، فسنتكلم عنها بالتفصيل ونحددها، لأن هذه التعويضات ستساعد وستخفف من مأساة المواطنين في هذا من هذا الحرائق. طبعا قرار التعويضات هذه كانت سواء كانت مادية أو مالية هي من قرار السيد رئيس الجمهورية، وبالتالي هذه اللجنة ما عليها إلا أن تحدد ما هي السبل للوصول إلى تخفيف كما قلت من معاناة المواطنين المتضررين. ولأن الحرائق منذ الأيام الأخيرة التهمت العديد من الهكتارات الغابية عبر الوطن، ولمزيد من التفاصيل حول ملف حرائق الغابات يحضر معنا في النشرة وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية السيد كمال بلجوت. سيد الوزير أهلا بكم. شكرا سيدتي على الاستضافة. أهلا بك سيد الوزير. إذن هل ممكن أن تطلعنا على حجم الخسائر التي مست مؤخرا الغابات في العديد من ولايات الوطن؟ شكرا. في البداية هذه الأمسية كانت لنا جلسة حمل تحت إشراف السيد الوزير الأول، وكان موضوعها يدور طبعا حول هذا الملف، ملف حرائق الغابات والإجراءات الواجب اتخاذها تجاه هذا الإشكال وتجاه المتضررين. فمنذ بداية شهر جوان أو أواخر شهر جوان إلى يومنا هذا سجلنا على كل حال أكثر من 1300 موقع حريق على مستوى 40 ولاية، وخسائر اللي تسجلت عبر هذه الولايات تتمثل في أكثر من 14500 هكتار من المحاصيل، منها 4200 هكتار من الغابات، وكذلك 5500 هكتار من المحاصيل، أكثر من 4600 هكتار من الأعشاب، أكثر من
آلاف شجرة النخيل أي حتى في المناطق الجنوبية، وأكثر من 360 بيت من النحل، وحوالي 110 آلاف أشجار مثمرة. هذه هي الحوصلة إلى يومنا هذا التي مست قلت 40 ولاية. نعم. طبعا منذ بداية تسجيل الحرائق الأولى الدولة كعادتها تدخلت بإمكانيات كبيرة وكبيرة جدا، متمثلة في أكثر من 20,000 عون من الحماية المدنية ومن مصالح الغابات، أكثر من 15,000 عون من الحماية المدنية وأكثر من 5,000 عون من الغابات، كما خصصت لهذه العملية أكثر من 85 رتل متنقل، يعني سيدي كولون موبيل، بالإضافة كما تفضلتي إلى المروحيات التي استعملتها الحماية المدنية والتي سجل فيها أكثر من 280 طلعة جوية، والتي ساعدت بكثير لإخماد هذه الحرائق. تدخلاتهم كانت بالتنسيق مع مختلف المصالح طبعا، وسجلنا كذلك الهبة الشعبية اللي كانت بجانب مصالح الحماية المدنية ومصالح الغابات. المواطنين في كل هذه الأماكن تدخلوا وقدموا مساعدات كبيرة وكبيرة، والشعب الجزائري دائما والشعب الجزائري مرة أخرى يبرهن أنه دائما بجانب بلده عندما يتطلب ذلك، وهذه مناسبة باش نحيي كل هؤلاء المواطنين الذين قدموا هذه المساعدة. إذن سيدي الوزير، كما تفضلتم منذ قليل وخلال الاجتماع الوزاري المشترك الذي ترأسه اليوم الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد، تم التطرق إلى قضية التعويضات المادية والمالية الخاصة بالمتضررين من هذه الحرائق، من هم المستفيدون من ذلك؟ أود أن أغتنم هذه الفرصة ليقول الحمد لله لم نسجل أي ضحية، وهذه رغم هذا العدد الهائل للحرائق ورغم المساحات الكبيرة التي لهبت. الحمد لله لم نسجل، فيه جريح واحد من المواطنين وفيه أربعة جرحى، ثلاثة من الغابات وواحد من الحماية المدنية، إن شاء الله ربي يشفيهم. بالنسبة للتعويضات طبعا فيه خلايا على مستوى كل ولاية راهي تشتغل حاليا لتعاين الأماكن، وهنا على المواطنين طبعا المواطن أن يتقدموا بطلبات التعويضات. نعم. طلبات التعويضات، ولكن نتمنى أنه ما يدلي به المواطن يكون صحيح، حقيقي. نعم. يكون حقيقي ويكون صحيح، لأن لا نقبل أي معلومات قد تؤدي إلى تغليط اللجنة المحلية. فالتعويضات طبعا الدولة دائما تتدخل، الدولة دائما تساهم وتساعد المواطن، فالتعويضات تكون حسب ما تم تسجيله تكون أوناتور، تكون تعويضات اوناتور. اذا كان فيه شجر تاع النخيل اللي راح، فالدوله مستعده باش تعطي له اشجار النخيل، واذا كان تاع النحل فالدوله مستعده. فاذا العمليه الميدانيه راهي تجري، وفي القريب العاجل ان شاء الله سوف نتكفل بهذا الجانب هذا ان شاء الله، فنطمئن المواطن ان الدوله لن تتخلى عنه. ولكن افتح هذا القوس، يجب على المواطن سواء كان معني بهذا الامر او المواطنين الاخرين، كل مواطنين لازم تكون الان عندنا ثقافه تاع التامين، لازم يامن نفسه، لازم الانسان يامن داره، يامن سيارته، يامن داره، يامن حقله، يامن شريكته، يامن التامين من الكوارث الطبيعيه. التامين من الكوارث الطبيعيه، يعني قليل جدا من الجزائريين الذين يلجؤون الى هذه الطريقه، ولكن انا نظن حان الوقت على المواطنين كل في مكانه ان يلجا لتامين الشيء تاعه،
حتى يساهم حتى يخفف على الدولة، ولو أن الدولة تدخلت وما زالت تتدخل. نتمنى نعم. هذا نداء لكل المواطنين نعم. الجزائريين، يعني نصيب مواطن عنده مؤسسة بالملايير ما يأمنهاش، أو عنده مثلا عنده أرض شاسعة وفيها خيرات كبيرة وتجيب له أموال كبيرة نعم. نتمنى هذا إن شاء الله. وكذلك نعلم بأن هذه الحرائق تمس العديد من الغابات خصوصا في فترة الصيف ودرجة الحرارة المرتفعة جدا، وممكن منها يعني يتكون طبيعية يا إما البعض منها تكون مفتعلة، ما قولكم في ذلك؟ هذه حقيقة، يعني الحرائق هذه يعني النتائج الأولية اللي عندنا طبعا كاين فيه أسباب طبيعية نعم. أسباب طبيعية معروف هنا في الجزائر أو في مختلف دول العالم نعم. فيه أسباب راجعة كذلك ربما إلى ارتكاب بعض الأخطاء ماشي عن قصد من طرف المواطنين، واحد يروح يكومبي نعم. واحد كذا إلى آخره، ولكن فيه أيادي إجرامية نعم. والتحقيقات التي بشرتها مختلف المصالح الأمن مؤخرا أثبتت في أيام قليلة تورط اليد الإجرامية، وهي كما تفضلتي تم إيقاف استدعاء 15 شخص وتوبتت هذه الأفعال عنهم. إذن هؤلاء الناس يستغلون كل مرة يستغلون الفرص لبت البلبلة ولبت الفوضى في البلاد. لاحظنا مؤخرا مع العيد المبارك، العيد الأضحى المبارك، أنه في نفس يعني الأيام في 48 ساعة الحرائق تم دالية، المياه كذا، الكهرباء إلى آخره. هادو ناس، نأكد مرة أخرى أنه الناس هادو ناس مجرمين وسوف يتابعون وسوف يحالون إلى القضايا واحدا تلاوة الآخر إن شاء الله. فيريدون إدخال البلاد في مشاكل، يعني حتى تروح للغابات تفتعل، لماذا؟ التحقيقات سوف إن شاء الله سوف نعلن عن نتائج التحقيقات إن شاء الله. وهناك أكدها السيد رئيس الجمهورية مؤخرا عندما قال أنه كذا هو واش كاين، وبعض الناس يشككون في ذلك. هاي تثبت الأمور، وما زال التحقيقات إن شاء الله ماشية حتى نعمل حد لهذه التصرفات التي تمس بالبلد، موش بشخص أو كذا، بالبلد. أمن البلاد طبعا. سيدي الوزير نترك لكم الكلمة الأخيرة. الكلمة الأخيرة نطلب من كل المواطنين على مختلف المستويات اليقظة فيما يخص الملف اللي عم نتكلموا عليه، ملف حرائق الغابات، اليقظة وثم اليقظة، لأنه احنا بلد شاسع، بلد فيه غابات كبيرة وكبيرة جدا، لازم الاحتياط، لازم الإنسان يرد باله. أما بالنسبة للبلد عامة فيجب على كل المواطنين أن يدركوا أن الأمور راهي تسير، ولازم كل واحد يحافظ على البلد ويرد باله لما يضو ولما يروج. الحمد لله البلد راه في طريق إن شاء الله مستقيم، إن شاء الله في المستقيم، إن شاء الله نتعداو هذا الوباء إن شاء الله، وننطلق في بناء الجزائر الجديدة اللي انطلقنا فيها في الحقيقة. وشكرا سيدتي الكريمة. سيد كمال بلجود وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، شكرا جزيلا لك على الحضور وعلى كل هذه التوضيحات. الله يسلمك. شكرا. تناقل بعض الأشخاص الهاربين خارج الوطن والذين يمتهنون لافتراء وتزييف الحقائق وتشويه سمعة الآخرين معلومات كاذبة من نسج خيالهم، تزعم بأن لواء مفتاح صواب قائد الناحية العسكرية السابق كان في حالة فرار بإحدى البلدان الأوروبية وأنه متابع قضائيا من طرف العدالة الجزائرية. إن وزارة الدفاع الوطني تفند بشكل قطعي هذه المعلومات الكاذبة التي يتداولها أشباه صحفيين مأجورين هم أنفسهم متابعين قضائيا وفي حالة فرار، يمارسون الابتزاز والتغليط لتوجيه الرأي العام بما يخدم أهدافهم المغرضة. كما تؤكد وزارة الدفاع الوطني أن اللواء مفتاح صواب استفاد من تكفل طبي من طرف المصالح الصحية والاجتماعية التابعة لوزارة الدفاع الوطني على مستوى إحدى المستشفيات في بلد أوروبي منذ شهر فيفري 2020، وأنه لم يغادر هذا المستشفى للعلاج في أي بلد آخر إلى أن عاد يوم أمس 4 أوت 2020 إلى أرض الوطن بعد أن نصحه أطباؤه المعالجون باستكمال العلاج على مستوى المستشفى المركزي للجيش محمد صغير نقاش بعين النعجة.
وإن وزارة الدفاع الوطني التي تندد مرة أخرى بمثل هذه الممارسات الخبيثة ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لمتابعة هؤلاء الأشخاص قضائيا. تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي والدركي الوطني وحراس الحدود خلال الفترة الممتدة من الفاتح أوت إلى الربع أوت إثر عمليات نوعية من تحقيق النتائج التالية. بالنظر لتطور الوضعية الوبائية بولاية تيزي وزو، تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم كافة المواطنين بعد موافقة السلطات العمومية المختصة بإقرار حجر منزلي جزئي على مستوى بلديتي تيزي وزو وذراع بن خدة من الساعة 8 مساء إلى غاية الساعة 5 من صباح اليوم الموالي، وذلك لمدة 14 يوما ابتداء من يوم غد الخميس. وينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره على البلدية المذكورة أعلاه التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات. كما تنهي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إلى علم كافة مواطني ولاية الطارف بعد موافقة السلطات العمومية المختصة عن تمديد الحجر المنزلي الجزئي على بلدية القالة لمدة 14 يوما من الساعة 7 مساء إلى غاية الساعة 5 من صباح اليوم الموالي، وهذا ابتداء من يوم غد. بينما تقرر رفع الحجر المنزلي الجزئي عن بلدية الشط بعد تحسن الوضعية الوبائية فيها. وينجم عن هذا الحجر الجزئي الذي تم إقراره على البلديات المذكورة أعلاه التوقيف التام لكل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك توقيف حركة نقل المسافرين والسيارات. بتكليف من رئيس الجمهورية، وقف أمس وزير المناجم محمد عرقاب عند حجم الأضرار التي نجمت عن الحادث الذي وقع بنفق منجمي بعنزال بولاية الصيف، حيث أكد الوزير أن لجنة معاينة تضم إطارات من دائرته الوزارية وشرطة المناجم التابعة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية قد باشرت تحقيقا في أسباب وظروف وقوع حادث الانهيار. المزيد مع سعيد بلونيس. بتكليف من طرف السيد رئيس الجمهورية، تنقل السيد محمد عرقاب وزير المناجم إلى منجم الشعب الحمراء بعنزال جنوب ولاية الصيف، والذي شهد حادثا مأساويا ذهب ضحيته عاملان ونجا الثالث، حيث استقبل من طرف عمال المنجم بجملة من الانشغالات. ثم تنقل الوفد الوزاري إلى نفق المنجم، حيث جدد حرص القطاع على الاستثمار في العامل البشري وجعل من الصيف قطبا لعنصر الزنك. أول من المحاور اللي حطيناهم في لافيدروت اللي صادق عليها رئيس الجمهورية، أربع نقاط في لافيدروت باش نهوض بهذا القطاع. النقطة الأولى العنصر البشري ثم العنصر البشري. من المحال نديروا قطاع مناجم بدون عنصر بشري. عنصر بشري مؤهل، عنصر بشري محافظين عليه بكل معايير السلامة العالمية، عنصر بشري عنده أدوات باش يشتغل بها، عنصر بشري عنده الحماية الشخصية، عنصر بشري عنده حماية خارج المنجم، وفي ثلاث محاور أخرين تابعين للتكنولوجيا واستعمال التقنيات الأخرى. ثم عرج الوفد الوزاري معزيا لعائلات الضحيتين في مصابهما الجلل، معبرا
عن تضامن أسرة المناجم مع أبنائها. بالمقبرة المسيحية بالمدنية هوري الثرى اليوم جثمان الطبيب صديق الثورة الجزائرية وأحد رواد الصحة العمومية في الجزائر جان بول غرانغو الذي توفي بالعاصمة أمس عن عمر ناهز 99 سنة. تشيع جنازة الطبيب حضرها كل من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد والوزير المنتدب للصناعة الصيدلانية وأصدقاء الراحل وتلامذته ومحبيه. فقدنا في الحقيقة أستاذ وجزائري من أعظم الجزائريين، لأن عاش هنا واشتغل هنا ودرس هنا وكون هنا حتى الآخر آخر لحظة. كل الأطباء ما عدا الصغار كلهم يعرفوا خدماته في عمليات كبيرة، بالخصوص في اللقاح، في طب الأطفال، وحتى في آخر سنه كان يشتغل، وكان من أعظم ومن أكبر ومن الجزائريين ذو أخلاق وذو إنسان لطيف جدا، إنسان موجود في كل وقت، إنسان يشتغل في كل وقت، إنسان يضحك الواحد كل وقت. إلى تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، حيث عرض اليوم الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا الدكتور جمال فرار المستجدات بالمؤشرات والأرقام. مع تسجيل 551 حالة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، يصبح المعدل ل 24 ساعة الأخيرة ب 1.3 حالة لكل 100,000 نسمة، علما أن 33 ولاية سجلت أقل من 10 حالات خلال 24 ساعة الأخيرة، و15 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات، سجلنا 13 وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة رحمهم الله. أما الحالات التي خضعت للاستشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة عددهم هو 386. الحالات التي تمثلت للشفاء حسب المعايير المعتمدة عددهم وصل إلى حد اليوم 22,802، منهم 427 تمثلوا الشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة وغادروا المستشفيات. فيما يخص حال الاستشفاء، عندنا حاليا 55 مريض في العناية المركزة. تتكاتف الجهود بين الجزائريين خاصة أثناء الأزمات، فبولاية الجلفة لم تفوت النساء والحرفيات الفرصة لوضع بصمتهن في مساندة كل من يقف وجها لوجه في مواجهة الوباء. عمر بعلي. هن حرفيات وهبن وقتهن وجهدهن وسخرن موهبتهن في صنع الأقنعة الواقية لمساندة أبطال الصف الأول. من شهر رمضان وإحنا في العمل الخيري هذا نعمل الكمامات، لحد الآن رانا خدمنا في 15,000 كمامة. دار الصناعة التقليدية وفرت فضاءات وكذا جميع الإمكانيات لتمكين الحرفيات من إنتاج الأقنعة الواقية بشكل يومي. قطاع الصناعة التقليدية والحرف على مستوى ولاية الجلفة ساهم مساهمة فعالة جدا في مكافحة فيروس كورونا من خلال تسخير ورشات دار الصناعة التقليدية للحرفيات والحرفيين، وكذلك على مستوى ورشات الحرفيين في الدوائر الكبرى. واليوم إن شاء الله رانا نطمح باش نزيد نرفع الإنتاج من أجل مكافحة هذا الفيروس. نبارك هذه المبادرة من طرف يعني كل الحرفيين، وكما تلاحظون احنا اليوم يعني نصرف على هذا الكم وعلى هذه الكميه، واليوم احنا في الكميه تقريبا يعني اكثر من 5,000 يعني انجاز كمامه، وتجمع وتعرض على مصالح الولايه لتوزيعها في اطارها المهيكل. المراه الجزائريه حاضره كما عهدناها من قبل في الاسهام في تجاوز الازمات. وعرفنا لمجهوداتهم المبذولة لمجابهة كورونا، أطلقت المحافظة الولائية للكشافة الإسلامية ببشار حملة تطوعية لفائدة العيادات الطبية، كما كرمت أعوان الأمن الوطني. تفاصيل وفاء مع دنيا دموالي. في ظل جائحة كورونا لا تخلو العيادات الخاصة من توافد المرضى، لما دعا الكشافة الإسلامية ببشار لإطلاق حملة تعقيم وتطهير وتوزيع الأقنعة الواقية للحد من انتشار الوباء ورفع درجة الوعي لدى المواطنين. نشكر الكشافة الإسلامية الجزائرية المحافظة الولائية لولاية بشار على هذه المبادرة التي كانت سباقة ومن الأوائل في دعم الطواقم الطبية في القطاع العام أو في القطاع الخاص. أود أن أوجه رسالة للشعب الجزائري، يجب استعمال والالتزام بوسائل الوقاية حتى لا تطول الجائحة
في نفس السياق قامت الكشافة الإسلامية بتكريم مصالح الأمن بولاية بشار تثمينا لحضورهم الدائم حرصا على سلامة المواطنين. رجالات هذا السلك يبذلونه وهم يحملون شعار الوقاية خير من العلاج، فلهذا نحن نراهم في أرض الواقع وأرض الميدان وهم يسايرون المواطنين مبدين النصيحة قبل تطبيق الإجراءات الصارمة. نحن نثمن ونبارك هذه الوقفة وهذه الزيارة التي إن شاء الله تزيدنا حتما عزما وإصرارا لمواصلة مهامنا على أكمل وجه، خاصة خلال هذا الظرف الصحي الاستثنائي المقترن بتدابير الوقاية من جائحة فيروس كوفيد-19. وتبقى للحملات التحسيسية التضامنية أهمية قصوى في مثل هذه المرحلة التي تستدعي تضافر جهود الجميع للقضاء على الوباء. غادر صباح اليوم أكثر من 300 مواطن جزائري تم إجلاؤهم من مدينة مارسيليا الأسبوع الماضي. غادروا الفنادق بولاية بجاية بعد أسبوع من الحجر الصحي. التغطية لحنان بوريو. غادر صبيحة اليوم 308 مواطن جزائري فنادق بجاية العشر بعد أن قضوا بها فترة حجر صحي دامت لأسبوع في ظروف إقامة جيدة وتكفل طبي دوري. ظروف يعني جيدة، يعني أنا مع العائلة وبنت يعني يستقبلونا، يعني يجيونا الفندق الشمبرة يسقسيونا واش حقيتو. والله ما عندي ما نقول، بنتي قاموا بينا فوق الواجب، والله سايتي فورميدابل اي جو ريميرسي كاع لو بيرسونيل دو لوتيل. الحمد لله والله قاموا بينا كلش الحمد لله، كي لقينا ولات بلادنا تحيا الجزائر ويحيا ولات بلادنا. والله الحمد لله، أول شيء أني نحمد ربي أني في بلادي، هذه الحاجة الأولى، وأهم شيء أني نشكر الدولة الجزائرية اللي جامت تخلت على أولادها. العملية تمت تحت إشراف السلطات الولائية والأمنية التي وقفت على توفير الظروف الملائمة والحافلات لنقل المسافرين من بجاية نحو 30 ولاية من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. واليوم 273 يعني مواطن اليوم راهم متوجهين لولاياتهم، 30 ولاية اللي رانا نظمنا هذا العملية باش يروح يوصلهم لألها أهلهم من تيموشن لتلمسان حتى الولاية الطارف. حقيقة لا فرحة تعادل فرحة العودة إلى أرض الوطن ولم الشمل مع الأحباب والأهل. شهدت الستة أشهر الأخيرة في الجزائر تراجعا من حيث حوادث المرور حسب المندوبية الوطنية للأمن في الطرق. ترى ما هي الأسباب؟ ملكة خليفة شويط توضح في هذا الموضوع. في ظل انتشار جائحة كورونا عرفت حوادث المرور في الجزائر تراجعا ملموسا مقارنة بالسنة الماضية. هذا التراجع يقدر ب 24.69% بالنسبة لعدد الحوادث، وكذلك 26% بالنسبة لعدد الجرحى، و 21% بالنسبة لعدد القتلى. يعني هذا مقارنة بنفس الفترة لسنة 2019، مع العلم أن سنة 2019 كانت أحسن سنة للسلامة المرورية منذ عقدين من الزمن. هذا راجع بالدرجة الأولى إلى الإجراءات يعني المتخذة في إطار محاربة جائحة كورونا، يعني بالنسبة للتقليل من التنقلات المواطنين. وما زال العنصر البشري يحتل مقدمة الأسباب الرئيسية لحوادث المرور حتى خلال الفترة الحالية. نلاحظ أن العنصر البشري يشكل 96% من أسباب الحوادث، وعندما نتكلم على العنصر البشري نتكلم على يعني عدم احترام قواعد المرور، لا سيما المخالفة المتعلقة بالإفراط في السرعة، التجاوزات الخطيرة، عدم احترام مسافة الأمان ما بين السيارات. حملات تحسيسية وتوعوية واسعة باشرت بها المندوبية الوطنية للأمن في الطرق لفئة السائقين بهدف احترام قانون المرور. أشرف اليوم وزير البريد والمواصلة السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار رفقة الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات والوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة على الإطلاق الرسمي لبوابة المناقصات والاستشارات لقطاع البريد والمواصلة السلكية واللاسلكية. سهيلة دغموم.
بوابة المناقصات والاستشارات لقطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية هي من بين الأدوات الحديثة التي تم إطلاقها اليوم لإضفاء تكافؤ الفرص والشفافية للشباب للمشاركة في مشاريع الطلب العمومي. هذه البوابة إضفاء الشفافية، النزاهة، تكافؤ الفرص في الوجود الطلب العمومي. الشباب هذو ما نخلوهمش وحدهم، نعطي لهم مشاريع، الوزارة الوصية تابعهم، تأطيرهم، تكوينهم باش نعاونوا يروحوا الاحترافية. نعطوا فرصة أيضا مؤسسة الناشئة اللي عندها ابتكار. بوابة سيتم من خلالها كمرحلة أولى نشر كل الصفقات العمومية المتعلقة بإنجاز مشاريع البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، لتتوج في مرحلة ثانية بعملية رقمنة لمسار الصفقات من بدايته إلى نهايته. البوابة كانت ثمرة عمل يعني اللي بدينا فيه منذ أكثر من شهر ونصف، وكذلك اليوم هذه البوابة تعتبر مكسب، لأنه المشكل الواحد والوحيد لكل المؤسسات الجزائرية إذا ما خصيناش المؤسسة المصغرة أنه المعلومة ما تلحقوش. وبما أن شركة الناشئة مهتمة أيضا بطلب العمومي، فسوف يكون لها الفرصة على التعرف بكل شفافية على الفرص الممنوحة من طرف قطاع البريد وتكنولوجية الإعلام والاتصال. هذا وسيتم الإعلان عن حملة لإبداء الرغبات لفائدة المؤسسات المصغرة والناشئة الناشطة في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. في بيان لسلطة ضبط السمعي البصري إثر نشر خبر وفاة أحمد التيجاني أنياس من طرف تلفزيون العمومي الجزائري وموقعه الإلكتروني بتاريخ 3 أوت الجاري، والذي تداولته بعض القنوات السمعية البصرية الأخرى بصفته الخليفة العام لطريقة التيجانية، وأن والده المرحوم الشيخ إبراهيم أنياس هو مؤسس هذه الطريقة حسب الخبر ذاته. وبناء على كون منصب الخليفة العام للطريقة التيجانية دون أي تخصيص هو لقب الخليفة العام للطريقة التيجانية في العالم وشيخ جميع زواياها، وهو منصب ومرتبة روحية يختص بها أحفاد الشيخ أحمد التيجاني مؤسس الطريقة التيجانية، وهو حاليا السيد علي بالعرابي التيجاني الذي ينحدر من نسل الشيخ أحمد التيجاني مؤسس الطريقة التيجانية، والذي أوصى بأن يكون موطن ذريته من بعده الجزائر. وعليه فإن سلطة ضبط السمعي البصري تؤكد على ضرورة التحري والتحقق في نشر أخبار تتعلق بمسائل ذات بعد روحي واجتماعي وثقافي وأهمية بالغة بالنسبة للوطن، وتلفت انتباه المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري إلى عدم تكرار مثل هذه الأخطاء. خصصت مجلة مجلس الأمة في عددها 88 ملفا كاملا تطرقت فيه إلى ملف عودة جماجم أبطال المقاومة الشعبية، حيث عنونت بالبند العريض الشهداء يعودون. جاء ذلك في خضم احتفال الجزائر بالذكرى المزدوجة 58 لعيد الثورة والاستقلال، حيث أشرف رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون على مراسم تشييعهم بمربع الشهداء بمقبرة العالية. بعدها عرجت المجلة على اللقاء الإعلامي الذي أجراه رئيس الجمهورية مع الأسرة الإعلامية، حيث أوضح بوجود تكالب أجنبي على الجزائر والحذر من أجل حماية الوطن. المجلة تطرقت أيضا إلى مصادقة مجلس الأمة على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020. بالمقاطعة الإدارية للدار البيضاء تكثف من نشاطها بالتنسيق مع مديرية التجارة وفرق المراقبة وكذا مصالح الأمن الوطني استعدادا لفتح الشواطئ والمرافق العمومية. عبد الغني خربوش. استعدادا لفتح الشواطئ والمرافق العمومية، عمليات توعية التجار والمواطنين تنطلق على مستوى المحلات المطلة على الشواطئ. سطرت المقاطعة الإدارية للدار البيضاء عدة إجراءات، اتخذت كذلك برنامجا متنوعا لمراقبة الشواطئ وتشديد الإجراءات الاحترازية دائما في إطار مكافحة وباء كوفيد-19، كذلك على مستوى المساجد والمؤسسات المستقبلة للجمهور. اليوم رانا في خرجة ميدانية، الأمن ولجنة مختلطة الأمن والتجارة لتوعية التجار في حالة ما يكون فيها فتح الشواطئ
لسلامة المواطنين. خرجة ميدانية تحسيسية لمصالح مديرية التجارة والأمن الوطنية للوقوف على مدى احترام هذه المحلات لإجراءات الوقاية. مع فتح الشواطئ احنا كمحلات رانا مستعدين ان شاء الله نوعيوا المواطنين اللي راهم يجونا، ورانا متاخذين كامل الاجراءات تاعنا، مديرين لي بافات، مديرين الجال، موفرين كاع السكيورتي تاعنا. في اطار الخرجه المنظمه من قبل ولايه الجزائر بالتنسيق مع وزاره التجاره وبمشاركه مصالح المديريه العامه للامن الوطني والمتمثله في عمليه مراقبه وتحسيس التجار خاصه المحلات المحاديه للشواطئ، وهذا لتحسيسهم بخطورة وباء فيروس كوفيد 19 كورونا، فإن أمن ولاية الجزائر ممثلة في عدة مصالح تعمل على المراقبة الصارمة لمخالفي الإجراءات الوقائية المنصوص عليها. يبقى الرهان دائما على وعي المواطنين والتجار ومدى التزامهم بإجراءات الحيطة لتفادي الإصابة بالفيروس. بعد الإهمال الذي طالها عدة سنوات، هي حديقة طالب عبد الرحمن بقلب حي باب الواد تسترجع خضرتها وبريقها بفضل سواعد أبناء الحي. عبد الغني خربوش ثانية. هنا بقلب باب الواد حديقة الشهيد طالب عبد الرحمن تعود إليها الخضرة والحياة بفضل سواعد وإرادة أبناء الحي. احنا كنا 7 ولا 8، بدينا بحاجة صغيرة، بدينا في ليزيسكالي من هيك، وبعدها مشات كما نبريباري وانكاري نغرسوها، وبعدها جاء الوقت ولات الناس قاعد تحب تخدم كيما حنايا، وراها مشات لومير جاردان تاع الجزائر جاب لي ربي. هذا طالب عبد الرحمن اللي كان لي 3 جاردان ولا 4 جاردان يقابلوه على البحر. راهو 60% راهو في الانجاز، بقات لنا 40%. هذا مستوى ماهوش خارج من المنطقه تاعنا، احنا مادا بينا تكون البلديه وتكون دو ديفال باش هكذا باش يديروا لنا مشروع تاع الفواره تاع الحوتان، وهذاك هو الشرم تاع الجاردان. مبادره فرديه من سكان الحي وبالاعتماد على الامكانيات الخاصه، أصبحت الحديقة مزارا يقضي فيه المواطنون أوقات الراحة والاستجمام. نخدموا لأولادنا الصغار، بس الصغار هذوما كي يشوفوا الحديقة ويشوفوا تولي لهم الروح الوطنية، ما يبقاوش يكرهوا البلاد. كانت مهجورة يعني 200% ماشي 100%، والحمد لله وقفنا عليها ووقفناها، ومازال الخير القدام باش هكذا واحد من العشية لعشية ولي يرفد مرته وولاده وفاميلته بالطونوبيل وراح يضرب طراجي باش يريح ألاز. يا خويا جميترات ولا نمري، الله يعطيهم صحه. هما كاع سيدي جون ولاد حومه، الناس ما عندها ما دير، ما عندها ما ديبلاسي، كل واحد باش طوع باللي بشي اللي كاين. الحس المدني لابناء باب الواد عاد للحديقه بريقها بعدما طالها الاهمال لسنوات، وجل مطلبهم الان توفير المياه والحراسه للحديقه. ختام نشرتنا، وهذا الان تذكير بابرز ما اوردنا فيها. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره اللبناني العماد ميشيل عون للاطمئنان على الوضع في البلاد بعد انفجار بيروت، مجددا له تضامن الجزائر الكامل مع الشعب والحكومة اللبنانية في هذه اللحظة الأليمة، ويأمر بتقديم مساعدة فورية للشعب اللبناني الشقيق. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار لبنان إلى أزيد من 100 قتيل و5000 جريح، وإعلان حالة الطوارئ في بيروت لمدة 2 أسبوع. والخارجية الجزائرية تعلن عن تسجيل جروح طفيفة لرعيتين جزائريتين من أفراد الجالية، وتؤكد تجندها الكامل للاستجابة لأي طارئ. الوزير الأول السيد عبد العزيز جراد يشرف اليوم على تنصيب لجنة تقييم خسائر حرائق الغابات للتكفل بالمواطنين المتضررين جراء الحرائق التي التهمت هكتارات من الغابات، ويكشف عن تعويضات مادية ومالية خاصة بالمتضررين من هذه الحرائق. وزير الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية السيد كمال بلجود كان ضيف نشرة 8.
وزارة الدفاع الوطني تفند المعلومات الكاذبة التي يتداولها أشباه صحفيين مأجورين تزعم فرار اللواء مفتاح صواب قيد الناحية العسكرية الثانية السابق إلى إحدى البلدان الأوروبية ومتابعته قضائيا من طرف العدالة الجزائرية، وتؤكد أنه استفاد من تكفل طبي في بلد أوروبي. ومن الجلفة مساهمة الحرفيات في صناعة الأقنعة الواقية لمجابهة وباء كورونا. وتابعتم أيضا خرجات ميدانية للجان المراقبة للمحال التجارية الواقعة على الساحل العاصمي استعدادا لفتح الشواطئ. نشرتنا تمت، شكرا لكم على المتابعة وفي أمان الله.